السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعطيكم قصة صغيرة قد تناسب البعض. هذا بيتي الجديد، هذا الدتسون الرحال، خذه، وهذا كلبي الصغير زي ما انت شايفين يونسني يجي معايا. ما دربته، لكن بعض الإحسان إليه طلع فعلا وفي الحمد لله. هذه مزرعتي الصغيرة، هنا أعيش، نخلاتي. لما كنت أعيش في الشقة هذه كان يجيني حالات اكتئاب مخيفة، ما فيه إلا صياح الجيران، خصامهم على الدرج، خصامهم في مواقف السيارات، هذا موقفي هذا موقفك، لا ما هو كذا يا شيخ، إذا جاك ضيوف يسمعون قربعة المواعين في المطبخ اللي جنبك. لا أحد يفكر إذا شاف المزرعة وكذا إني رجل من الأغنياء أو الأثرياء. والله هذا الجهد اللي تشوفونه استمر قرابة 7 أعوام حتى وصلت إلى هذا الإنجاز الصغير بإمكانياتي المحدودة اللي ساعدني فيها بعض أولادي الله يوفقهم. عموماً كنت إذا مريت من جنب المزارع يستهويني صوت الطيور، حفيف الأشجار، صوت المياه إلى آخره من هالكلام اللي يعني ينعش الروح زي ما يقولون. قررت أني أبيع الشقة الكئيبة وأنقل إلى مكان قريب بعيد عن المدينة، وفعلا صار لي ما أردت. اليوم هذا اللي تشوفونه أمامكم ما هو اختراع أو إنجاز عبقري ما يستطيع أحد ينجزه غيري، والله إني أخذت هذه الأرض وهي صحراء قاحلة قاحلة، سكنت لوحدي حتى بدأ الجيران يبنون وبدأوا يعني أحس إنه في ناس حواليا، بس برضو ليس بالقدر اللي في المدن. اليوم أصحى كل صباح وكأني إنسان جديد، أتذوق طعم الحياة، أستنشق الهواء النقي، أتأمل في النجوم. حياة من فضل الله علي أنصح فيها أي إنسان يبحث عن السكينة والهدوء أو يكون رجل متقاعد، آن له أن يترجل عن حصانه. أستودعكم الله وإلى اللقاء.